No evil can survive the holy fire. The holy fire enlightens, burns, and cleanses. Behold the flame of grace and mercy. Special fire for you, freak. Nice, slow burning. You'll beg for mercy in all the voices known to you, like the others of your species. None! I wanted only to live like you! Help me, kind folk! Please! Good luck! Oh, don't look! Hasn't met the same fate. أهلا بكم في جيملاند. بعد المقدمة البشعة دي واضح إن المدينة دي ما بترحبش خالص بالصحراء. دلوقتي أنا في سنتر أو نقدر نقول الكابيتال اللي هي نوفيغراد. الحقيقة أنا جيت هنا علشان أولا واحدة من الدي ال سي اللي نزلت اللعبة موجودة هنا وهو الهير ستايل. الأولانية كانت الطقم اللي هو التيميريان وده كان موجود في وايت أورتشارد. أما الهير ستايل أو قصات الشعر والدقن فهي موجودة هنا في المدينة مفروض في مكان هنا هشوفها دلوقتي. وفي نفس الوقت أنا خدت بعض المهام من البوردة. كان في بوردة هنا في 3 بوردات فبما إني في المدينة هاخد المهمات بالمرة. انا مش هبتدي اعمل مهمات هنا لان انا لسه طبعا ما انتهتش من الجزء التالي, ولكن انا جيت هنا بس علشان الدي ال سي في نفس الوقت القي نظره المدينه زي ما انتم شايفين. التصميم بتاعها جميل جدا, اجمل المناطق اللي في اللعبه الحقيقه, تفاصيل وديتيلز وحجمها كبير كمان. فخلينا نتوجه الى البورده. المكان ده بقى على حسب ما انا شفت من فيديوهات اللعبة في مهمات كتير جدا الحقيقة, مليانة مهام ونقط مثيرة للاهتمام. دلوقتي انا هتوجه للبوردة التالتة. المفروض ان انا اخلي عيني على انا ماشي غلط الحقيقة, امشي كده خلي عيني على الاماكن لان في محل حلاق هنا هو اللي هنلاقي فيه الدي ال سي دي يديني امكانية الحلاقة, تغيير قصة الشعر, تغيير قصة الدقن. على ما اذكر واحد من اللي انا لقيته واحد من اللي انا انقذتهم كان حلاق بالمناسبة, وغالبا هو ده لانه قال لي ساعتها قال لي هقابلني مش عارف فين كده. ده اسمه ميدان ايه اعتقد هو ده الميدان اللي. ميدان هرارة رايح على هتأكد. هو اعمل لي تخفيض اعتقد ده المحل. يس لا Greetings to the honorable gentleman. Razors, scissors, knives, ground to sharpness mere moments ago. Need a trim. Think you can manage? اوكي. اوكي تعال نشوف تصفيفات الشعر ايه اللي موجودة. تعمل دي الحصان. كل واحدة بتكلفك 10 بالمناسبة. الحقيقة انا بحب انا عجباني قصة شعره كده بس من باب التجارب هنشوف كل واحدة شكلها ايه. للأسف ان هم ما بيخلوكش تجرب الا لما تدفع. كمان مفيش امكانية تغير الكاميرا. الحلقة دي ظريفة الى حد ما بس تعال نشوف غيرها عندهم ايه تاني. مربوطا في النهاية
احنا جربنا اول واحدة، نشوف التانية. ده شكله غجري خالص. مسترسل ولكن ليس طويلا للغاية. اوكي شكله غريب بصراحة. طيب تعال نشوف دي. انا معايا فلوس كتير فاقدر اجرب براحتي. شكله غريب. قصة الالف. مميزة أوي الحياة. أظن أنا خلينا نشوف الأولانية، أعتقد أحسن واحدة كانت الأولانية أظن، اللي هو هيخف له الجناب شوية. دي الأصلية صح؟ دي الأصلية. والله أنا غيرت رأيي بالنسبة للدقن. عندك قصات ايه؟ تحلقها خالص. ما شوف دي. دقن خفيفة. دي القصة دي ايه؟ بطالة لايقة فيه برضو. هنشوف ايه عندهم تاني. سوالف جذابة. اوكي. لا 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 ارجع ارجع ارجع. شاربا معفقة. شايف دي ايه دي؟ طب عندك ايه تاني؟ اعتقد دي شكلها ظريف بس الاولانية. دي اعتقد السكسوكة هتبقى شكلها حلو فيه. يا خلينا نخلي دي. So long. عارف شكلك كده حلوة. ممكن كمان احلق الدقن الشعر من الجناب. Need a trim. قصة شعر. شوف دي. اوكي تعال نشوف شكلها ايه عليه. دي الحلقة من الجناب. اوكي كنوع من التغيير. خلي دي كنوع من التغيير. alright so هي دي ال DLC اللي انت من خلالها تقدر تغير قصة الشعر والشنب. ارجو ان يكون الفيديو ده كان مساعد لكم، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي بقى نكمل المهمات بعد ما ارجع للمدينة التانية. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد على جيم هانتر.